الآن راح ناخذ درس جديد في شبهات الصوفية حول تفسير ابن كثير. ما أنا جبتها تفسير ابن كثير الأجزاء بتاعته، تفضل. عندهم شبهات في التفسير ده في مواضع من بدايته لنهايته، زي كم شبهة كده داخل ابن كثير، شبهات الصوفية حول تفسير ابن كثير، أنا سميته كده. حول تفسير ابن كثير، طيب الشبهة الأولى أنا بديك تفسير الشبهة في جات في تفسيرياته آية من آيات سورة، أحسن لك من رقم الصفحة والجزء، ليه؟ لأنه الطبعات بتاعت التفاسير تختلف، لكن رقم الآية مع الصورة خلاص. طيب الشبهة الأولى في تفسير سورة المؤمنون، تفسير سورة المؤمنون الآية 98 من سورة المؤمنون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. في تفسير الآية دي اللي هي 98 من سورة المؤمنون، في أثر نقل ابن كثير هنا في آخر تفسيره لهذه الآية، الأثر ده هو بيستدل به على جواز تعليق الحجبات والتمائم، وقالوا دي جوازها لنا ابن كثير نقلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب الحديث، قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد ابن إسحاق، خط خطحت منه محمد ابن إسحاق ده خط خطحت، قلنا قال حدثنا يزيد مش كده، أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. محمد بن إسحاق عن منو؟ وشوف محمد بن إسحاق هنا عن الحديث، قال عن عمرو بن شعيب، ما صرح بالتحديث، ما قال حدثنا فلان، قال عن عمرو بن شعيب، كلام ده انتبه له لو حاجة نناقشه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم. من الفزع يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع، بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابي، بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عبادي، ومن شر عبادي. بس حاول استعجل، أنا شو هذه كثيرة، هذا أنا خلص الليل إن شاء الله. ومن شر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. لو ما قدرت تكمل بالنسبة للسرعة بتاعت التملية، أعمل نقط نقط، وأنت عندك الرقم بتاع الآية والسورة، طيب بتلقاه هناك عند ابن كثير، وشبهاتي كلها بس من تفسير ابن كثير. قال للتمامة فكان عبد الله ابن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، كان يعلمها يحفظها له، يعني من بلغ ولد البالغ عمره حصل 15، يعني بقى يفهم ويحفظ، يقوم شنو؟ وبقى بالغ بيقوم بيحفظها له، يقرأ برا ولده بعدها لأنه بقى بالغ. ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها، صغيرا ما بيقدر يحفظ، كتبها له فعلقها في عنقه، فعلقها بشنو؟ في عنقه. الشبهة دي جابها منه؟ حسب اطلاعي جابها الإزيري، محمد المنتصر الإزيري، أنا سمعتها منه في التلفزيون، وهم بيجيبوها كلهم. طيب رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث محمد بن إسحاق،
قال الترمذي حسن غريب. طيب الحديث شبهته في شرع ابو داود والترمذي والنسائي كده. وقال الترمذي حسن غريب من حديث محمد بن اسحاق. شبهتهم شنو بالحديث؟ جواز تعليق الحجبات. اول رد كده قبل ما نناقش الحديث ده وصحة سنده بكتب اهل العلم والرجال والاسانيد، اول حاجه الكلمات دي لو فرضنا فعلا كان صح بيكتبها لهم وبيعلقوها، ما كان فيها دليل ابدا على جواز تعليق الحجبات بتاعت الصوفيه الليله، لانه حجبات الصوفيه واحد فتح لقى فيها بعره بتاعت حمار، ده اول حاجه. واحد فتحها لقى فيها خيط، واحد فتح لقى فيها طبله جابوها من المغلق ومفتاحها ذاته مركب فيها. هسه وينو؟ اعوذ بسم الله، اعوذ بكلمات الله التامه من غضبي وعقابي ومن شر عبادي، وين الكلام؟ كل حجبات الصوفيه شفتها تفتحها تلقى فيها نجمه نجوم، صح ولا ما صح؟ ده شنو؟ ده شنو ده؟ ده سحر، ده شغل بتاع شيطان. تفتحها تلقى فيها مربعات كده، ارقام تجمعها 15، ثلاثه مربعات كده تجمعها 15 كده 15، ده شنو؟ ده ذكر؟ ذكر لله ولا قران ولا غيره؟ ده شرك بالله. يبقى حجبات الصوفيه اول حاجه ما زي الشيء في الحديث ده اول حاجه. ثانيا الحديث ده مكون من جزئين. الجزء الاول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع، بسم الله، اعوذ بكلمات الله التامه من غضبي وعقابي من شر عبادي ومن همزات الشياطين وان يحضرون. لحد هنا صحيح صحيح خلاص. والعلماء قالوا الحديث حسن مش صحيح، حسن لحد هنا. لكن من فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولدي ان يقول عند نومي، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل ان يحفظها، كتبها له فعلقها في عنقه. القصه دي ما صحيح. ليه؟ نشوف بعد. ليه؟ لأنها من رواية محمد بن إسحاق. محمد بن منو؟ إسحاق. وحنعرف ليه الجزء الأول ذاته صحيح وده كيف بقى ما صحيح، حنعرف بعد شوية. لكن أناقش موضوع محمد بن إسحاق. قال العلماء عنه مدلس. وعند أهل المصطلح المدلس إذا عنعن ما بيقبل منه الحديث. لكن إذا صرح بالتحديث يعني قال حدثنا فلان، هنا شنو يا جماعة؟ بيقبل منه إذا كان تدليسه ما من النوع القبيح، كما ذكر ذلك ابن كثير والعلامة أحمد محمد شاكر وابن حجر وغيرهم. طيب وده معروف في المصطلح. محمد بن إسحاق مدلس، ده منو اللي قال كده؟ طبعا لو قلت له الألباني قال، فلان قال، صوفي بليد ما بيفهم، يقول لك الألباني ده حقكم. هي الحكاية ما حقكم ولا حقنا، الحكاية إنه هل هو عنده حجة ودليل ولا ما عنده، مش كده؟ طيب ده كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، يتكلم عن محمد بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار. قال أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي، قال صدوق يدلس. صدوق شنو يا جماعة؟ يدلس. ده من قال الكلام ده؟ ابن حجر. ورمي بالتشيع والقدر إلى آخر ما قال. ده في كتاب تقريب التهذيب الصفحة 403، لكن رقم الرجال هنا الأرقام دي أفضل لك من الصفحة 5725 5725. طيب مدلس، صدوق يدلس. طيب عشان كده العلماء ما قبلوا الجزء الاول، الجزء الثاني ده طيب ما هو من نفس رواية محمد بن إسحاق. الجزء الثاني ده قالوا الجزء الثاني ده عنده شاهد، وهو عن محمد بن يحيى بن حبان، أخرجه ابن أبي شيبة، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى إلى آخر السند،
إذا أتيت إلى فراشك فقل، فذكر شنو؟ الحديث. فالجزء الأول ده عنده شنو يا جماعة؟ عنده شاهد، والجزء الأخير ده ما عنده شاهد، فبقيت الرواية من منى جماعة من رواية محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعنه، وقد شنو؟ عنعنه، عشان كده ما بيقبل منه، فدي رواية ضعيفة غير صحيحة. طيب الأدلة على عدم جواز التعليق بعد ما انتهينا من الرواية دي، انت لما تمسح الباطل دائما في المناظرة، في المحاضرة، في الخطبة، اول شيء تمسح الباطل تزيل الشبهة، اول شيء تزيل الدجاع، بعد ذاك بتجيب شنو؟ الحق، الأدلة. بعد ذاك ده اسلوبك يكون كده، عشان كده لا إله بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك إلا الله. عشان كده ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت، ده اول حاجة نفي، اول حاجة، ويؤمن بالله خلاص، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سمعنا. نعم. حتى لو نعم، جزاك الله خير. حتى لو ثبتت، في النهاية ده اجتهاد من منى جماعة؟ من عمرو بن العاص، والاجتهاد ده ذاته عمرو بن العاص، والرواية عنه ما صحيحة، لو صحت اجتهد في جزئية معينة، كان العاقل البالغ عمره 15 سنة بيحفظها له، والما بيحفظ ماله بيعلق له. الآن صوفي تلقى عمره 50 سنة يعلق له، زي الحمار تلقى معلق له حاجة في رقبته. هسه ده عنده علاقة بالرواية دي؟ ما عنده علاقة. نعم. وخالف ابن مسعود، كان أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، كما ذكر عنه إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. أيوة. في الجزئين، ما كل ما هو رواه كله. يلا الجزء الأول ده صححه لي لأنه عنده شاهد، فهمت؟ المرفوع ده عنده شاهد. أما الزيادة الأخيرة اجتهاد عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ده بقي ما عنده شنو؟ ما عنده شاهد، بيرجع لأنه ضعيف، لأنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار وقد عنعنه، لأنه شنو؟ مدلس. طيب الأدلة على عدم جواز التمائم كلها، وعلى عدم جواز التعليق ابتداء كان علقت شيء من قرآن، شيء من سنة، شيء من شرك، علقته من أي نوع علقته، ده في حد ذاته ما جائز، لكن بعد ذاك بيختلف الحكم. من غير القرآن ده شرك، ومن القرآن تعليقه بدعة، لكن كل ما يجوز يتفق إنه شنو يا جماعة ما يجوز. الدليل أورد المنذري في الترغيب والترهيب بإسناد صحيح عن أبي معبد الجهني، وأبو معبد الجهني ده هو عبد الله بن عكيم صحابي، هو نفسه خلاص، أنه كان مريضا ولعله كان في فراش الموت، فدخل عليه بعض أصحابه فقال له يا عبد الله ألا تعلق، هكذا الرواية، ألا تعلق؟ قال الموت أقرب من ذلك. شوف الكلام ده كيف، صحابي قال الموت أقرب من ذلك، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق شيئا، يتشمل شنو؟ كله. من علق شيئا وكل إليه، فده دليل واضح على النهي عن تعليق الأشياء. صوب يتفلسف يقول لك التميمة هي إذا كانت عظم، عظم شنو؟ عظم تيس، عظم شنو يعني؟ المقصود يا عظم، هذه برضو دار نعرفها عشان ما يتفلسف. ده حديث من علق شنو؟ شيئا وكل إليه، انتهى. بعد ذاك الشيء ده، الشيء المعلق إذا كان من غير القرآن فهو كفر وشرك. أكتب الكلام، الدليل، الشيء المعلق إذا كان شنو؟ من غير القرآن، تعاويذ وحاجات معلقة، حجبات وغيره، يعتبر شركا. الأدلة، الدليل الأول حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود أنه رضي الله عنه دخل على زوجته زينب فوجدها تعلق شيئا، فوجدها تعلق خيطا
وجاءت تعلق خيطا. فقال لها: ما هذا؟ قالت: خيط الرقية لي فيه، كانت عيني تقذف، وكنت أتخلف إلى فلان اليهودي، فكي يهودي، لكن هي ما كان عارف الحكم، لما وراها تركته خلاص، رضي الله عنها وعن الجميع. أيوة، رقي لي فيه، كنت أتخلف إلى فلان اليهودي. طيب، فقال ابن مسعود: لقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، وفي رواية: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. قال: فقطعه ورمى به، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: الرد على من زعم أن التميمة هي مجرد خرزة. صح ولا ما صح؟ هي معلقة شنو؟ ما خرزة، هي معلقة خيط. ابن مسعود طوالي قال دي شنو؟ تميمة. وطوالي قال دي شنو؟ شرك. طوالي، فهمتوا الكلام ده يا جماعة؟ طيب، وقطعوا جدعوا رموا. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ورموا. الدليل الثاني هو عند أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة، نسيت الراوي الصحابي، لما جوا عشرة رهط عن عقبة بن عامر الجهني، نعم، أنه أتى للنبي عليه الصلاة والسلام عشرة رهط، فبايع تسعة وأمسك عن الواحد. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: إنه معلق تميمة. فقطع الرجل، قطعها ورمى بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. في رواية: من علق فقد أشرك، لقيتها عند المنذر بالترغيب. وفي رواية عند الإمام أحمد وهي موجودة في السلسلة الصحيحة: من علق تميمة، موجودة ثابتة، فقد أشرك، فقد أشرك. طيب، مراجع للزيادة في تعليق التمائم: راجع صحيح الترغيب والترهيب، هو الترغيب والترهيب للمنذر، وصحيح للألباني، راجع تلقى حديث زيادة في مسألة التمائم كثيرة. أيوة، بودرة كيف؟ بودرة يعني مادة مسحوقة يعني. كله يدخل فيه شرك بالله عز وجل، كل شيء علق الإنسان هذا شرك، إذا ما اعتقد إنها تنفع وتطرد شرك أصغر، إذا اعتقد إنها سبب من الأسباب كالدواء للمريض شرك أصغر، لأن القاعدة التي ذكرها العلماء شنو؟ أن كل من اعتقد شيئا أنه سبب من الأسباب ولم يكن سببا من الأسباب الشرعية ولا الكونية فهو شرك شنو؟ أصغر، كما ذكر هذه القاعدة الشيخ العثيمين في القول المفيد. أما إذا اعتقد أنها تنفع الضر، ده من الرزق وده من السلاح وده من كذا، هذا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. عرفت الحتة دي؟ وغالب الناس اللي بيعلقوا الليلة ده كفر بيعتقدوا فيه، ده شرك أكبر وكفر شنو؟ أكبر. لكن ما بنكفر الزول المعلق طوالي تعيينا، لأنه قد ما يكون عارف الحكم اللي أنتم بتعلموه ده، ما يكون عارف ذاته أنه تعليق الشيء ده شرك، والرسول قال والرسول قال صلى الله عليه وسلم وقال وقال، ما بتكفر الزول طوالي. دي مسألة مهمة جدا، لكن نتكلم عن الحكم تاع التعليق ده، شرك أكبر إذا اعتقد فيه النفع والضر. إذا كانت التمائم من القرآن، وراجع تلقى في كتاب التوحيد حديث عن التمائم، لكن الباب الأول حديثه أغلبه ضعيف. من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق ودعة فلا ودع الله له، ضعيف. انزعها من الوائنة فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ضعيف. عرفوا كلامنا؟ طيب، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، ضعيف، ما صحيح. ضعيف، ضعيف، ما صحيح.
العلماء قالوا إن في الصحيح غنية عن الضعيف. الصحيح كثير لكن داير منك اطلاع كثير. أنت لو بتطلع كثير بتلقى الصحيح كثير مرة واحد. من دار تحفظ ومن دار تحفظ كله كثير. راجع الترغيب والترهيب، صحيح ترغيب وترهيب، سلسلة صحيحة تلقى فيها حديث عن التمائم، سنن أبي داود، ترمذي برضو تلقى، وراجع الكتب المحققة عشان تعرف الصحيح من الضعيف. والبخاري برضو فيه حديث أبي بشير، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وغير من الأحاديث الصحيحة. طيب إذا كانت التمائم من القرآن فالراجح، الراجح من أقوال السلف أن تعليقها بدعة. الصوفي يقول لك القرآن بدعة؟ ما القرآن ما بدعة، لكن فهمك ده البدعة، القرآن ما بدعة لكن ده ما محله تعلق بدعة، لكن القرآن ذاته ما بدعة. بدليل نضرب مثل، لو الصوفي ذاته سجد في الصلاة، خدت رأسه في الوطا لي الله في الصلاة وقرأ سورة البقرة تعيد، بدعة ولا سنة؟ بدعة. إذا الصوفي قال البغرة بدعة، فأنا ما قصدين السورة ولا الآية ولا القرآن في حد ذاته بدعة، أنا قصدين أنت هنا استخدمت في محل شنو يا جماعة؟ خطأ، فصار استخدامك بدعة مش القرآن كلام الله بدعة. لازم تفهمهم كده لأنه محاول يلبسوا على الناس. هو قال القرآن بدعة وهذا كفر. لا ما كفرت أنت بس بليد. خلاص؟ طيب. فتعليق التمائم شنو يا جماعة؟ من القرآن ماله بدعة وليس شرك، وليس شركا إنما بدعة، عشان ما تمشي تغلط تقول كل شرك تتورط ساكن. من القرآن بدعة، في خلاف بين السلف، في خلاف بين السلف، منهم من رخص فيه تتكون عارفة كلامي، ومنهم من شنو يا جماعة منعه. خلاص؟ فممنوع زي ما ذكر منو قلنا زي ما ذكر صاحب فتح المجيد وذكر محمد عبد الوهاب، نقلوا عن شنو؟ عن أصحاب ابن مسعود تلقاه موجود إن شاء الله تعالى، وقال كانوا يكرهون التمائم كل أصحاب ابن مسعود من القرآن ومن غير القرآن، ونقل الخلاف. ليه 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 الراجح إنه بدعة؟ ما في علماء قالوا بيجوز تعليق القرآن بس صافي. ليه بدعة؟ قالوا لثلاثة أسباب. السبب الأول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علق على نفسه أو على غيره قرآناً، يبقى بدعة، ما ورد عندهم. يقول الحديث الواحد ده شنو يا جماعة؟ ما صحيح. وعندهم شبهة أخرى، حديث باب ما جاء في حرز أبي دجانة، ذكره البيهقي في كتابه دلائل النبوة. البيهقي ذكره وتحد قال أثر طويل موضوع موضوع. خلاص البيهقي ذاته جاوه في دلائل النبوة تحت قال شنو؟ قال ورد قصة حرز أبي دجانة في أثر طويل وهو شنو؟ موضوع. انتهى البرنامج خلاص. طيب فعندهم شبهتين دي اللي أنا في ما أعلم. قالوا السبب الأول لأنه بدعة تعليق القرآن إنه الرسول ما علم. السبب الثاني في كونه بدعة إنه شنو؟ إنه سبب في امتهان القرآن. السبب الثاني في انه ممنوع محرم، لانه لو علقه ممكن يخش به الحمام، ممكن ينسى، حتى لو ما خش به حيعرق فيه، صح ولا ما صح؟ حيفسو او يضرب، وهو بشر حيحصل له اشياء تمتهن القران، او في الزحمه يحفظه تحت اباطه ولا ما هو كده، وغيره وغيره وغيره، اي يجامع به زوجته الى اخره إلى آخره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الزول إذا صحى من النوم يغسل يده ثلاثة خارج الإناء. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ويعني شنو؟ بعض العلماء تأولوا قالوا شيطان قد يأتي ويعبث بها، أو هو قد يخدها في مكان العورة، أو طيب الحجاب من القرآن ألا يستهان عند النوم؟ إذا قال بقلعه، طيب اللي بيحميك عند النوم ده ما بيحميك برا النوم برضو؟ الله خلاص ما تعلق حاجة، موضوع انتهى. طيب ده السبب رقم كم؟ الثاني. السبب الثالث قالوا لأن تعليق القرآن ذريعة إلى تعليق غيره، وده الآن من الواقع مشاهد. الصوفية بيعملوا الحجبات، ناس عاد بفكروا غيرهم يكتبوا ويبيعوا للناس، تقول له ده شنو شرك؟ يقول لك لا ده قرآن، تفتح تلقى ما قرآن،
يبقى الزريعة بتاعتهم شنو؟ إنه قرآن، تعليق شنو؟ قرآن. والشريعة أتت لسد الزرائع، ودي من أعظم القواعد الموجودة عند المالكية بالذات كمان. الشريعة أتت لسد الزرائع. طيب دي شبهة الأولى من تفسير ابن كثير. طيب الشبهة الثانية من تفسير ابن كثير، هي في تفسير سورة الملك. تفسير سورة الملك في مقدمة تفسير سورة الملك، ابن كثير جاب الأحاديث التي وردت في فضائل هذه السورة. شبهتهم في أتو حديث، طيب الأول في الحديث تقريبا الرابع، قال وقال الترمذي. طيب قبل نسينا شوفها، الترمذي قال حديث حسن غريب، أحد ما دي ما شوفها قبل في الشبهة الأولى. الترمذي حتى لو حسنه خلاص، العلماء قالوا أصلا الترمذي متساهل في التصحيح، في تصحيح الأحاديث وتحسينها. ذكرناه قبل كده الكلام ده عن العلماء في قبل 3 دروس تقريبا خلاص. وحتى لو حسنوا أو صححوا في النهاية ده جرح مفسر ومبين، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن إلى آخره إلى آخره، يعني واضح ومفسر ومبين، يقدم على أي تعديل آخر. طيب قال الترمذي حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى ابن مالك النكري عن أبيه. خط لي خط تحت الاسم ده، يحيى ابن مالك النكري نون كاف راء ياء، عن أبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر إنسان. ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر إنسان، يقرأ سورة الملك حتى ختمها. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خباء في حتة وما قايل قبر، لكن تحته في شنو؟ قبر. أول ما قعد سمع الزول الميت جوا القبر ده بيقرأ شنو يا جماعة؟ سورة الملك. الزول الميت سمعوا بأذانه قال، لحد ما كملت للنهاية. طيب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده طوالي صحابي ده قام طلع مشى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، لأنه طبعا ما يجوز الزول يقعد فوق شنو؟ فوق القبر. لحديث جابر عند مسلم وأبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس عن القبر وأن يجصص وأن يزاد عليه إلى آخره. طيب قال فإذا إنسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمه، قال الرسول كده، قال لي حصل لي كده كده كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، يعني ما أنكر إنه زول يقرأ من داخل القبر ويسمعوه برا. قلنا رواه الترمذي ثم قال حديث غريب من هذا الوجه. طيب هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، نعم نعم. طيب طيب قلنا الحديث في إسناده منو؟ جبال قلت لهم خط خط، يحيى ابن منو؟ ابن مالك النكري، يحيى ابن مالك
النكر. يحيى بن مالك النكري. طيب، قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال، أهو ده الجزء 5 الصفحة كم؟ 135 136، الجزء الخامس صفحة 135، لكن الصفحات دي بتختلف، اكتب اسم الرجال اسم الرجل 9064. لا اكتب اسم الرجل، الرقم بتاع الرجل 9064. طيب، قال الذهبي يحيى ابن عمرو ابن مالك النكري البصري عن أبيه، قال ضعفه أبو داود وغيره، وطبعا الحديث ضعفه الألباني، والفات برضو ضعفه الألباني، لكن انت لما تيجي تقول لي الألباني ضعفه أقول لك ده حقك. شوف انت الألباني اعتمد على شنو في التضعيف، مع الألباني ما بيجي من راسه يقول لك قال الذهبي قال ابن حجر، صح ولا ما صح؟ انت عم تجيب الذهبي، مش اذا اكدت انه ضعيف عم تجيب الذهبي، جيب ابن حجر وريه. طيب، ضعفه ابو داود وغيره، ورماه حماد بن زيد بالكذب، ودي من اقبح وافظع التهم التي يرمى بها الراوي، يكون كذاب. طيب، رماه حماد بن زيد بشنو يا جماعة؟ بالكذب. ومن مناكره روى مناكير، ذكر حديث أول لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم وكفارة الذنب الندم، وروى من مناكره. شوف الذهبي ذاته جاب من مناكيره هذا الحديث، قال يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض الصحابة خباء على قبر، ده الذهبي ذاته قال من مناكيره على قبر ولا يعرف أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ تبارك الحديث، الذهبي ذاته قال لك الحديث ذاته من شنو؟ من مناكير الزول ده، كده انتهى. خباء يعني حاجة كده يختبي فيها زي خيمة، زي حاجة يظلل بها نفسه، يعني حاجة زي خيمة زي كده. طيب، لكن الجزئية الأخيرة المرفوعة دي هي المانعة، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، بس دي بس النص ده صحيح، لأنه عنده طرق أخرى جاب الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1140، وجاب لها روايات، الجزء المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ده صحيح. طيب، الشبهة دي هم بيجيبوها ليه؟ ها؟ إنه الميت ده بيتكلم مع الناس البرة، وده كله طبعا بيمهدوا لك بيه وبالشبهات دي عشان تعبد الصوف الميت ده المجدوع تحت وتخلي الله الحي الذي لا يموت، ده الموضوع كله، فبيجيبوا لك شبهات زي دي. طيب، الرد عليه شنو؟ ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثاني ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثاني ها ايوه يا نبيل، دي مالكين الايات دي، انت البر ما بتسمع جوا، يعني دايرين الجوا ما بسمعك انت. نعم، هل تحس منهم من احد؟ فما بيحصل اصلا الناس بتعدل تحس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع، خلاص، ولا يستطيع احد على وجه الارض يجيب دليل ان الجو ده بيتكلم. طيب، العكس ممكن؟ العكس ممكن البر يتكلم مع الجو؟ ممكن؟ لا، ما ممكن. وما انت بمسمع من في القبور، ما بيسمعك الا حصل كمعجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، وده صحيح بدليل، لكن القاعدة العامة إنه ما لا بيسمعك لا بتسمع إلا بنص بدليل،
وذكرنا القاعدة إنه إذا جاء النص العام لا يخرج منه إلى أمر خاص إلا بشنو؟ بدليل المالو؟ بدليل صحيح، مش كده؟ بدليل صحيح. فعندنا دليل صحيح إن الميت لا يسمع خفق نعالي أهلي بعد ما يدفنوا يرجعوا، ده دليل، معناته يسمع قدور ده بس. وعندنا دليل إنه مر النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر أصحاب القليب لما دفنوهم كلهم صناديد قريش تحت يعني الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقف عند القبر قال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ أو خاطبهم خطاب، فسأله بعض الصحابة نعم قال أتخاطبهم يا رسول الله وقد جيفوا، وده دليل على إنه ده الأصل، صح ولا ما صح؟ قد جيفوا يعني بيقوا جيف وما بيسمع، وده دليل برضو تاني خدت معك. قال يعني قال شنو المعنى؟ قال له هم بيسمعوا الآن أكثر منك الآن. قال قتادة قال شنو؟ ما أنت بمسمع بأسمع منهم لي، أو كما قال. قال قتادة، وده الشاهد اللي بهمنا، قال قتادة رحمه الله أحياهم الله له ثم أماتهم، وده دليل على إنه الميت ما بيسمع بالمناسبة، لأنه عشان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا شنو؟ أحياهم، معناته هو لو ميت ما له ما بيسمع. فهمت وجه الاستدلال وين؟ أحياهم الله ثم أماتهم، ودي للنبي عليه الصلاة والسلام، ما ممكن يقول برع يجي دخل نخرته هنا. نعم نعم، ده خرج في النهاية بدليل شنو؟ خاص. أي زول تاني قال لا سمعنا وما سمعنا وهو سمعنا، يجيب دليل مع إنه الأدلة كلها عكس ذلك. طيب ده الموضوع الثاني. شبهة ثالثة من تفسير ابن كثير، شبهة يجوزون بها المحايات. سورة النحل الآيات 68-69، الآيات 68-69 من سورة النحل. عند قوله تعالى فيه شفاء للناس، قال ابن كثير وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أراد أحدكم الشفاء، سمعتها من الليزيرك في التلفزيون، أنه قال إذا أراد أحدكم الشفاء، قال ده الدليل على جواز المحايات، قال إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحفة. الصحفة هي شنو؟ الصحف، خلاص. وليغسلها بماء السماء، يعني بشنو؟ بالمطر. وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها، فليشتري به عسلا، عسل نحل يعني. لبس اكتب رقم الآية والصورة وارجع ابن كثير، لأنه الصوفي لو قريت له من كراسك ما بيقتنع له، وتقرأ له من كتاب الله ما بيقتنع، تقرأ له من كراسك، فلازم تمشي تشتري الكتب دي تجيبها. وأنا قاصد أنت تتعب تمشي تكتب تنقل من الكتاب عشان تتعود تعرف كيف ترد على الشبهات. طيب قال وليغسلها بماء السماء، قلنا وين؟ فليشتري به عسلا فليشربه بذلك فإنه شفاء. ده خليط من شنو؟ آية من كتاب الله يكتبها في الصحن، ويغسل الآية دي بشنو؟ بالمطر، ما أي موية، موية السماء بس، المطر بس. ويأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها فليشتري به عسلا، ويعمل الكلام ده كله يعمل شنو؟ يشرب. قال فإنه شفاء. سمعتها فارس؟ وين المحاية لكن؟ في وين المحاية؟ هسه المحايتهم دي فيها عسل نحل؟ فيها موية مطر؟ ما فيها الكلام ده، هي دي من السكن ذاك اللي بيكتبوه ده وبيعملوه بينزلوه من اللوح وبيشربوا السكن بتاع الدوكة ده. ده
ذاك داء وليس شفاء. السكن ايوه ما جايك اصبر. ليه قال كده؟ هما علي بن ابي طالب ليه اختار الحاجه دي؟ قال فانه شفاء اي من وجوه. اي من شنو وجوه؟ قال الله تعالى وننزل من القران ما هو شفاء. يعني علي بن ابي طالب قال تكتب ايه في الصحن دليلي على الايه شنو؟ وننزل من القران ما هو شفاء الايه. وقال انه تغسل بموت المطر بالذات ونزلنا من السماء ماء مباركة. خلاص مباركة. وقال في موضوع ثاني شنو؟ إن يشيل درهم من مرته عن طيب نفس، يعني بشرطين، من مرته عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. وقال في العسل فيه شفاء للناس. خلاص. بعض العلماء بيقولوا الإسناد صحيح هنا في تحقيق ابن كثير، حسن وقالوا ابن حجر في فتح الباري، وانا ما لحد ما الى الان ما لقيت زول ضعف، لكن في النهايه يبقى الموضوع ده شنو؟ اجتهاد من من؟ من علي بن ابي طالب، اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا صح اليه السند. والاجتهاد منه ده ما فيه دليل على المحايه. انت ما ممكن تشربني السكن بتاع دوكا وتقول لي الدليل شراب عسل نحل بمويه المطر. في علاقه يا جماعه؟ ما في. طيب انا بشربك سم صبغه، الدليل اثر علي بن ابي طالب ولا كيف؟ الصوب ذاته نشربه صبغه لانه الدليل اثر علي بن ابي طالب كان بيجيب عسل نحل ومويه مطر ويكتب ايه في صحفه. بيتلمن ديل يا جماعه؟ ما في اي دليل هنا على جواز شنو؟ محايه اللي هو الدوكه بتاعتهم دي والبتاع بتاعهم. لكن هم اذا استدلوا بها على جواز الشرب فده اجتهاد من علي بن ابي طالب. كل حاجه فيهم من فيهما من شنو؟ من آية من القرآن. ولأن في النهاية إذا خالف اجتهاد الصحابي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وشيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول أسقه عسلا ويقول كذا ويقول كذا، الواجب شنو؟ اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتذر للصحابي بأنه اجتهد، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وخالف الصواب فله أجر. فهو في النهاية يدور بين الأجر والأجرين، ونحن كلفنا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنة الخلفاء ما لم شنو تحصل شنو المخالفة. الموضوع أيوة هو. جاوبنا عليه. طيب دي شوف رقم كم؟ ثلاثة. الشبهة الرابعة التي يدندنون حولها من تفسير ابن كثير قالوا جاء صلاة الفاتح لما أغلق، صلاة الفاتح بتاعت التجانية دي قالوا جاءت في تفسير ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لسورة الأحزاب، عند تفسير لسورة الأحزاب في شبهات كان فكا حامد بابغر في ما في المناظرة، المناظرة ردينا عليه والحمد لله ربنا وفقنا، لكن في شبهات فكا في المحاضرة حقته اللي هي كانت بعد صلاة الجمعة وابو يخلونا نرد عليها وكذا، دي الجمعة الجاية ماشيين نرد عليها. أنا داير ناس من ناس الدورة برضو يشاركوا في الرد، لأنه أغلب الشبهات جاب كلها جاوبنا عليها في شنو؟ في الدورة. يا عباد الله حبسوا، والإمام أحمد لما مشى الحج مش تذكروا؟ شبهات جابها خلاص أغلبها ردينا عليها هنا. ها؟ السلام. الجزء الثاني ما جاي قال طردوه ذاته. الحمد لله الله أكبر يا رب. أخونا أحمد علي قال طردوه من الحلة، ثاني قالوا ما يجي أصلا. الحمد لله. الله أكبر. طيب مش لكن ما اخوان هذا اللي بيجي بيردوا يا محمد. كويس ما مشكله، ممكن ناخرها كده شهر حاجه الناس تجي. طيب لكن خليكم جاهزين. طيب كتب دي والله تجتهد بس تجيبها، كل مره تشتري لك كتاب الليله تجي تشتري ابن كثير مرتب الشهر الجاي يطلع لك منه
حاجة تمشي تشتري كده ذهبي ما هتقدر أبدا ترد على الناس إلا عندك كتب. أنا بكلمك عديل كده وإنت بتقرأ من الكتاب ما بصدقوك تيجي تقول من رأسك ساكي أي فلازم الكتب دار ترد على صوفية دين لازم تشتري الكتب دي. القروش اللي بتعملوه رصيد للواتساب ولا العفن ده هو يشتري بقى كتب خلاص تشتري كتب لما 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 الله بوفقك استعينوا بالله الله بوفقه. طيب قالوا عندهم دليل من تفسير ابن كثير على جواز صلاة الفاتح. وأول حاجة الدليل ده الحديث الطويل ده فيه كلمتين فقط كلمتين فقط بيوافقوا شنو اللي هي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سوق بس دي بتوافق جزء من صلاة الفاتح. يبقى الهنا ده موجود ده ما صلاة الفاتح خلاص حقرأ لك حقرأ ده ما صلاة الفاتح. نمرة اثنين الأثر ده ذاته اللي فيه الكلمتين فقط ديل ابن كثير جابه وفي النهاية قال لك الأثر ده ما صحيح نقل ذاته تضعيف العلماء اللي وانتهى الموضوع. طيب دي جابه الشبهة دي الصوفي أحمد داود أصبر يا أصبر جابه الصوفي أحمد داود في مناظرته لواحد اسمه مبارك حسن كانت 5 ساعات. طيب تفسير سورة الأحزاب الآية 56 قال ابن كثير حديث آخر موقوف. وبعدين لاحظ الحديث ما له يا جماعة موقوف يعني إلى منه إلى الصحابة يعني ده ما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب متعد في الرواية جابه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال في إسنادها نظر. طيب موقوف رويناه من طريق سعيد بن منصور سعيد بن منصور ويزيد بن هارون وزيد بن الحباب ثلاثتهم عن نوح بن قيس. حدثنا سلامة الكندي خط خط سلامة الكندي ده سلامة الكندي ده خط ليه تحته خط أن علي رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء علي بن أبي طالب كان يعلم الناس قال هذا الدعاء اللهم داعي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك وفضائل آلائك. شوف لحد هنا في حاجة من صلاة الفاتح على محمد عبدك ورسولك في حاجة من صلاة الفاتح ما في الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بس دي الكلمتين دي والمعلن الحق بالحق ده فيه حاجة من صلاة الفاتح ما في لحد هنا والدامغ لجيشات الأباطيل ده فيه صلاة الفاتح ما في كما حمل فاطلع بأمرك لطاعتك ده فيه حاجة من صلاة الفاتح لا مستوفزا في مرضاتك غير نكل في قدم ولا واهن في عزم في حاجة من صلاة الفاتح ما في واعيا لوحيك ما في حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أروى قبسا لقابس ألا الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم والإثم الإثم وأقام موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك وأجزه مضاعفات الخير من فضلك. في حاجة من صلاة الفاتح يا جماعة شوفوا أن هذا المجرمين كيف بس يقولون كلمة أو كلمتين توافق كلمة أو كلمتين قالوا ده صلاة الفاتح ده ما هو ده ما صلاة الفاتح. طيب وما والأثر ذاته ما صحيح بس انتهى الموضوع. إن قال ده صلاة الفاتح عديل برضو ما صحيح الأثر ما صحيح. طيب نازل ناس مجرمين يا أخي
لكن داري منكم يا جماعة بحث واطلاع واجتهاد وقراية، لأنه شبهاتهم بقى شبهات علمية دائرة اجتهاد. وإلا ربنا بيسألنا والله من الكلام، نازل الآن بيضيعوا في الدين وبيضيعوا في الإسلام ويمزقوا الإسلام قطعة قطعة، الصوفية دي قطعة قطعة، لكن جهادهم داير جهاد طويل وعلم وصبر على الأذى. طيب، من فوز ثوابك المحلول وجزل عطائك المجمول، اللهم أعل على بناء البانين بنيانه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتمم له نوره، وأجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقال، ذا منطق عدل، وخطة فضل، وحجة وبرهان عظيم. في حاجة هنا من صلاة الفاتحة لحدينا؟ ما في. قال هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه، وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث، تكلم على شنو يا جماعة؟ على هذا الحديث وإسناده، يعني طعن فيه. وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي برضو طعن فيه في جزء جمعه بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن في إسناده نظرا. خلاص. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، وده ابن كثير معرس بيته، خلاص، سلام الكندي، هذا ليس بمعروف، لم يدرك عليا. أزل طيب. قلنا تكلم عليه منو يا جماعة؟ ابن قتيبة في مشكل الحديث، وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بإسناده نظرا، ابن كثير برضه. وقال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، سلامة الكندي، يبين أنا قلت لكم خطه تحته خط، سلامة الكندي هذا ليس بمعروف، ولم يدرك عليا، كذا قال، ليس بمعروف ولم يدرك عليا. والكلام ده بتلقى في ابن كثير ذات، كلام أنا بقرأ ده، ده ابن كثير ذاته نقله جابه وقال الأثر ده ما صحيح. ها؟ لا، سورة الأحزاب الآية 6 و5، لأنه المجلد الكم دي بتختلف من الطبعات، في طبعة 4 طبعة 8، خلاص بيختلف. طيب شبهة أخرى، بس كده خلونا نكمل الشبهات دي لأنه كثيرة، خلوا الأسئلة في النهاية. ودي شبهة جابها صاحب كتاب النصرة العلمية في الصفحة رقم 322 اللي هو عبد المحمود نور الدائم، دي شبهة جابها في باب في النصرة العلمية 322، وهي شبهة التصرف في الكون وتصرف بالحال، وهذه شبهات عبد المحمود نور الدائم صفحة 322. في باب التصرف بالحال، في باب تصرف الأولياء، وبداية الباب في صفحة 314، مرة معانا جزء من الباب ده لو تتذكر. طيب، لما نتكلم عن الأولياء بيتصرفوا في بعض، وقد يقتل بعضهم بعضا، أولياء الصوفية، قال يقتل بعضهم بعضا ولا ينكر عليه، هذول شغالين برا القانون برا الشريعة. طيب، تكلم عن الكلام ده، قال يعني من الأولياء بسيف حال وخنجري، أعلم أن تصريف تصريف الأولياء في بعضهم البعض في أي نوع من أنواع القتل مما لا ينكر. قال وفي الذهب الإبريز، ذهب الإبريز ده ما دار يذكر اسمه لأنه ده زول مشرك كبير، هو عبد العزيز الدباغ، عنده كتاب الإبريز في فضائل سيدي عبد العزيز، هو عبد العزيز الدباغ، موجود في الدار السوداني للكتب، كتاب كله كفر، كله كفر وشرك وإلحاد. طيب، الذهب قال الإبريز، وقد يغيب الغوص عن الديوان فلا يحضره فيحصل بين أهل الله تعالى من الديوان ما يجب اختلافهم،
فيقع منهم التصريف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضا، يقتل بعض هذين. فإن كان غالبهم يختار أمرا خالف الأقل في ذلك فإن الأقل يحصل فيهما التصريف السابق فيموتون جميعا. قال وقد اختلفوا ذات يوم في أمر فقال الطائفة منهم قليلة إن لم يكن ذلك الأمر فلنمت، فقالت الطائفة الكثيرة فموتوا إن شئتم، فماتت الطائفة القليلة. وإن تكافأ الفريقان حصل التصرف فيهم جميعا. شغل كله هوس ودجل وإجرام. طيب قال من أدلتهم على التصرف ده شنو؟ خلاص قام شال كلمة نقل ابن كثير عن بعضهم وقام ناقشها ابن كثير حلل تعد. هو التحليل التعد ده ما جابه، قطعه ده عبد المحمود نور الدائم من إجرامه في صفحة 328 من النصرة العلمية، قام قطع باقي شنو التحليل بتاع ابن كثير، لكن استفاد من الكلمة الجابة دي. وابن كثير يعني بها شأن آخر، وعبد المحمود نور الدائم يعني بها شنو الكفر والشرك وشأن آخر، التصرف في الكون والحاجات، وهي كلمة التصرف بالحال. عند الصوفية الكلمة دي عندها معنى، اللي هو تصرفوا بالكون، ينزلوا المطر متى شاءوا، ينبت الزرع متى شاءوا، ممكن يكسروا الكرة الأرضية كلها متى شاءوا، يطفي نار الجحيم، مش قال نار الجحيم؟ فلولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها، ولو أنني ألقيت سري على لظى لأخمدت النيران من سري برهاني. شفت كيف؟ وغيره. هم بيعنوا بها شيء آخر، إنك تكفر بالله وتعمل الجرائم حتى القتل والزنا، وده اسمه التصرف قال بالحال. وابن كثير نقل الكلمة دي لكن بيعني بها شنو يا جماعة؟ أمر آخر، اللي هو ابن كثير نقله. هم قام جابوا الشبهة دي، لقيت عند النصرة العلمية الشبهة دي جابها عبد المحمود نور الدائم. الشبهة دي في تفسيره، تفسير ابن كثير لسورة البقرة، تفسيره لسورة البقرة عند قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، من سورة البقرة الآيات من 99 إلى 103. لكن عند تفسير هذه الآية دي رقم كم الآية دي؟ وما هم بضارين به من أحد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، رقم 101. طيب 101 خلاص عند تفسير هذه الآية. وزول فيكم شغال رغي ولا يا آية طبعا من القرآن لا شك، لكن دائما اللي بيقروها وحافظين أرقامها الأرقام بتاعتها بالضبط هم الناس الفاتحين بيوت للرغية، وما تفتح عليك بيت للرغية تضيع دينك في الغالب، في الغالب. طيب طيب ابن كثير قام قال نقل كلام لأبي عبد الله الرازي، أصلا هو ده الكلام أصلا، خلاص والرازي بيتكلم هو عن مسألة التصرف بالحال كلام. ابن كثير قام جاب الكلام ده وقام شنو وضح ليك ذاته الكلمة دي يعني شنو، وفيها حاجة جائزة وفيها حاجة شنو غير جائزة، ده الموضوع كله يعني. لكن ما معنى الموضوع انه في ولي مع ربنا سبحانه وتعالى يخلق في الكون ويفعل دار يفعله، ما معناته كده زي ما الصوفية بيقولوا، لا 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 لا. طيب ابن كثير نقل أقوال الرازي وقال ده قول الرازي أول شيء نجيب قول، قال وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن، ده كلامنا يا جماعة، ده ما كلام ابن كثير، ده كلام الرازي، خلاص، مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات. والرازي طبعا عنده يعني أخطاء في بعض الجوانب، العلماء أخذوه عليه وحذروا ذاته من قراءة تفسيره بالذات للزول المبتدئ يعني، زي ما ذكر ذلك الشيخ الفوزان. قال أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن
شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات، صارت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم، وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تأثير البت إلا في هذا البدن. ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياء. طيب ده كلام منو؟ الرازي. لازم تحقق هذه المسألة، ده كلام الرازي. ابن كثير قال قلت، والذي يشير إليه ده منو؟ البشير له الرازي ده، قال هو التصرف بالحال، وهو على قسمين. لما تسمع نهاية الكلام بتفهم. وهل هتشوف انه الكلام اللي قاله ابن كثير ده فيه حاجه شرعيه خطا يعني، او بيدل على الكلام بتاع الصوفيه؟ ما يدل عليه. قال وهو على قسمين، تارة يكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يتصرف بها شنو يا جماعة؟ في شنو؟ فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال دي حال صحيحة شنو؟ شرعية. ويترك ما نهى الله ورسوله، وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى. يقصد به ابن كثير مثل كرامات الأولياء. قال وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة. كرامات ثابتة ولا ما ثابتة؟ ثابتة. زي شنو؟ زي شنو؟ الحاجات اللي كانت خارقة للعادة وكانت حاجات غريبة لكن هي حقيقة حصلت. زي شنو؟ زي المشي على الماء الذي حصل لمنو؟ العلاء ابن الحضرمي. العلاء ابن الحضرمي مشى بفرسه على الماء، ما لقوا مراكب وكانوا في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه، نقل الذهب بسير أعلام النبلاء وغيره، ونقل ابن تيمية فقال يا عليم ويا حليم ويا عظيم انصرنا، أو قال من كلمة نحوها، دعا الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لهم أن يسيروا على الماء ليجاهدوا الكفار والأعداء، فساروا بأفراسهم على الماء ولم يبتل لهم حتى خف الفرس. يعني ما بننكر الكرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة ولا ما كده؟ خارق للعادة حصلت وبتحصل. وكذلك في صحيح البخاري حصل لمنو؟ أسيد بن حضير وعباد ابن بشر، ابن بشر رضي الله عنهما في البخاري الأثر الحديثة قال كان إذا خرجا من عند النبي عليه الصلاة والسلام كان لكل واحد منهما نور يضيء له بين يديه إلى أمامه، فإذا تفرقا تفرق النور مع كل واحد منهما. نور عديل كده يضوي منه لقدام، يكشف له قدامه كده عديل، أي زول شايف نورين ماشي مع بعض ثم ماشي مع بعض، ده لف النور بيلف معه وده نوره بيلف معه. احنا ما ننكر كرامات الأولياء، عرفت كلامي؟ لكن الكرامات تكون لأولياء الرحمن. شوف ابن كثير أشار لك الكلام ده، ما بتكون لأولياء الشيطان، ده سحر، وأشار لك الكلام ده. قال وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع، وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة، ولا يضل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا. صح ولا ما صح؟ عنده خوارق ولا ما عنده؟ عنده، لكن ممدوح ولا مذموم؟ الدجال مذموم شرعا، لعنه الله قال. وكذلك من شبهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جدا وليس هذا موضعه. إذن اللفظة النقل ابن كثير عن الرازي شرحها، يقصد بها شنو؟ يقصد بها في جزء صحيح، وهي مثل شنو يا جماعة؟ كرامات الأولياء.
بعد ذلك تجيب أنواع الكرامات. من أنواع الكرامات شنو؟ في صحيح البخاري أن أسيد بن حضير كان يقرأ من الكهف خلاص أو غيرها قاعد يقرأ، وابنه يحيى كان نائما بجانب الفرس، فإذا قرأ جالت الفرس هاجت، إذا توقف سكنت، إذا قرأ هاجت. قال فخرجت، خاف على ابن يحيى إنه الفرس شنو تحفظه. قال فخرجت فوجدت مثل الظلة زي سحابة وعليها قناديل ومصابيح تصعد إلى السماء، يعني كانت نزلت لما هو بيقرأ القرآن، عشان كده الفرس كان بتجوط لما شافت الحاجة دي. قال لما طلعت وقفت القراءة بدت شنو الحاجة دي فيها أنوار، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال تلك السكينة الملائكة نزلت لقراءتك يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، فلو واصلت لصافحت الناس في الطرقات. دي كرامة، نحن ما ننكر كرامات وخوارق العادات، لكن اللي بتكون من ايه نوع المحمود شرعا التي تحصل لمن ائتمر بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانتهى عن نهي الله ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن زول دجال ما بصلي، يغيم الصلاة، شيخ كبير ينقشط جوع، الناس يصلوا يا مولانا صلاة، لا لا، يعيبون يقولون لي يا هذا تركت صلاتك وما علموا أني أصلي بمكتي، ده قاعد في التكل جوا ما قاعد يصلي، خلاص ده كله كذب وكفر بالله عز وجل. زول يترك صلاة ويقول دي كرامة، ده كفر بالله عز وجل. عندهم خوارق عادات تحدث لهم، يقول لك قور منو في وين ما عارف طلع مويه، ممكن يطلع مويه بالمناسبة، انت ما تنكر تقول ما طلع، ممكن يطلع، لكن ده شغل بتاع شيطان. ابن تيمية قال شنو في الفتاوى؟ قال وكان يأتيني بعض الناس تاهوا في الصحراء فسمعوا صوتي الطريق منها هنا الطريق منها هنا حتى ينجو، قال فيأتوني فيقولون جزاك الله خيرا ودللتنا على الطريق، أقول لهم إنما ذلكم الشيطان. دمان ده الشيطان دايركم تعبدوني أنا، شفت الكلام ده كيف؟ ده الحاصل. فقد يحصل شيء غريب لكن يكون من شنو يا جماعة؟ شيطان. ابن كثير أنا ضرب لك مثال بمن؟ بالمسيح الدجال، ده أشياء غريبة جدا، وربنا جعله اختبار وامتحان للناس، ده الحاصل. فانت ما اي زول عمل حاجه غريبه تقول ما حصلت، ممكن تحصل، وما اي زول عمل حاجه غريبه وخارقه للعاده تقول ده ولي صالح، لا 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 لا، لانه اولياء الشيطان برضو عندهم شنو خوارق عادات، زي ما بيعملوا الان الجماعه اللي بيرموا الناس خلاص، ودا المرين ده بيرمي الناس من بعيد ما بيهوشك بالعصايه، لكن بيأشر لك بالعصايه، انت بتتخدر تتكهرب تقع، لا فيها سلك لا فيها لا سلكي لا فيها اي حاجه، من بعيد تقع تتخدر، ده شغل بتاع سحر، رضي ام ابى. ولا يمكن دي تكون كرامه من كرامات اولياء الرحمن. صلاجات؟ طيب نصلي ان شاء الله. شبهه اخيره من شبهاتهم حول تفسير ابن كثير، معلش لان انا ما مليتكم اتكلمت بسرعه لانه شبهات بس كثيره. طيب لكن أرجع للتفسير ابن كثير، نقول من تفسيري لسورة البقرة الآية 248، سورة البقرة الآية 248، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الشبهة في وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون في هذه البقية، والشبهة دي سمعتها من الإزيرق ومن حامد وبكر، بيقولوا دليل على جواز التبرك، دليل على جواز التبرك، وقالوا هذه البقية كانت أصلا بعد ذاك
بتبركوا بها بنو إسرائيل. طيب ما هي هذه البقية؟ قال ابن عباس: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال: عصاه ورضاد الألواح. الرضاد يعني الألواح ما تكسرت، دي الأرواح المكسرة يعني. وكذا قال قتادة والسدي والربيع ابن أنس وعكرمة وزاد والتوراة برضو معهم. وقال أبو صالح: وبقية يعني عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التوراة والمن. وقال عطية بن سعد: عصا موسى وعصا هارون، يعني البقية دي عصا موسى وعصا هارون، وثياب موسى وثياب هارون، ورضاد الألواح. طيب، وأصل ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم التابوت وهذه البقية كلها ليه؟ دليل على شنو يا جماعة؟ صدق طالوت عليه السلام. عشان كده قال السدي: أصبح التابوت في دار طالوت، فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. عشان كده ربنا قال: إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر. فدي كانت الحكمة. طيب، قالوا كان فيه عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون والرضاض الألواح المكسرة والتوراة. طيب، قالوا دي كان بتبركوا بها. إذا قلنا كان بتبركوا بها فعلا، فدي كلها بقايا شنو يا جماعة؟ الأنبياء، مش كده ولا ما كده؟ لأنه موسى نبي وهارون مالو نبي، وثيابهم والعصا بتاعتهم، فدي آثار الأنبياء وبقاياهم من ثيابهم من عصاهم من غيره كان بتبركوا بها. وربما كان التبرك بهذا جائزا عندهم أو كذا، وهذا ما في مشكلة أصلا، لأنه ده الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ما ممكن يكون ده دليل على جواز التبرك بقبة البرع، ما نبي ولا ولي، ولا يمكن يكون دليل على جواز التبرك بقبة الكباش. قال عشان كده ده اللي زيرك لما جاب الشبهة، قال عشان كده طينة وضى الطريفي بتشفي من ده السعر. وضى الطريفي نبي، هم نذات وضى الطريفي ده ما عنده علاقة بيت يا جماعة. برضو حامد ده السماني قال الدليل على جواز التبرك، قال إنه صحابة كان عندهم شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، خاتينها في جلجل بيستشفوا بها وبيتبركوا بها، وكان يتبركوا بعرقه، وكان يتبركوا بكذا، بشنو؟ منو؟ اللي بيتبركوا ده منو؟ الرسول يا ناس. ما ممكن يكون ده دليل على جواز التبرك بالبرع إطلاقا إطلاقا، دي الأنبياء ودي الرسل يا أخي. فده ما فيه أي شبهة الكلام ده، ما فيه أي شبهة. لكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ده ناس مجرمين بس. في واحد أنا شفته في اليوتيوب اسمه الشيخ مين ما بعرفه، تخيل قاعد مادي يده للناس كده، هو براه مادية يجيب وصله يده خلاص. واحد جه سجد له، شفت كيف؟ واحد تاني بتوضى، شيوخنا زادهم سودانيين صوفية يعني السودان ديل خلاص، يتوضى يغسل في رجلينه العفن بتاع رجلينه، الناس بيشيلوا لنا يشربوا ويمسحوا بيس هدورهم وشهم. لما تسألهم يقول لك الرسول الصحابة تبركوا بيه، ده رسول؟ ده المجرم الخنزير ده رسول؟ ده ما رسول يا ناس. وليه ما يجي يتبرك بينا؟ أبزغ لك في راسه لما أغرق ذاته، ما يتبرك بينا ليه؟ أنا أتبرك بيه أحسن مني في جنون. اثنين عين اثنين عين، نغرة قدتين نغرة قدتين، اثنين اثنين اثنين، في شنو؟ في شنو؟ كذاب يا أخي، مجرمين الناس يا أخي. وأغرب شيء يقول لك الدليل على جواز التبرك يا شيخنا أبونا الفقيه فلان إنه الصحابة تبركوا بالرسول. طيب في صحابة تبركوا بصحابة؟ ما في. في صحابة تبركوا ببكر الصديق في حياته ولا مماته؟ ما في.
في صحابة تبركوا بعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع في حياته أو مماته؟ ما في. بعثمان؟ ما في. بعلي؟ ما في. ولا واحد منهم تبرك بالتانين؟ ما في. حتى القصة اللي بيذكروها إنه الشافعي كان يتبرك بقبر أبو حنيفة، ابن تيمية قال كذب كذب، قال أصلا ذاته ما ماشي قبر أبو حنيفة الشافعي، وقال في بلده كان في قبور بتاعت ناس صالحين وأنبياء وصحابة، قال ما مشي لقبر واحد فيه مشي قبر أبو حنيفة. كلام كذب يا ناس. استعبدوا الناس وجعلوا الناس عباد ليوم، عباد ليوم، هم ما لي الله. الشيخ يربطك به هو ما بي الله. ولما نقول الكلام ده يزعل. هسا قالوا في طريقتين كاملات فتحوا فيني بلاك حامل اللي أمر قبضي بكرة الصباح. طريقتين، طريقة شنو كده وطريقة شنو، ما عشان الكلام ده، عشان هذه العقائد ما بنخليك تفتح بلاق، تفتح راسنا، والله ما بنخليك. إن شاء الله لما نموت نخش القبر، شفت لحد ما نموت يعني بتكلم الكلام، لأنه الله بيسألنا يا أخي، وما في واجب أوجب من الكلام في هؤلاء. ما يغشك زنتيني ولا زنتاني، ما في أوجب من الكلام في هؤلاء، لأنه التوحيد أول واجب، وديل هم اللي بيحاربوا التوحيد وينشروا الشرك. يبقى الكلام في أعداء التوحيد أوجب واجب، مش يقول لك كلام الصوفية ما أوجب واجب، لكن الكلام في التوحيد أوجب واجب. تبصرت الماء بالماء، هو قاعد يخرب التوحيد منه كده سؤال، ما هو ذاته. يبقى الكلام فيه موجب واجب، والكلام فيه هو توحيد ذاته، كلام فيه مصاح بالدليل هو التوحيد ذاته، لكن انت ما فاهم حاجة. تلميس فلان وزكاني فلان، زكاك وصلك وين يعني؟ كذب كله دجل خرافة. لو زكاك ابن تيمية وفي النهاية انت طلعت عاطل ومجرم، ما ينفعك التزكية. زكيك عملك يا أخي، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللي كل واحد شايل له خرتاية فيها ورقتين، زكاني فلان. يا أخي زكاك يعني تشتغل، أنت قاعد مرزوع ما شغال دعوة، اللي زكاني فلان اشتغل دعوة يا أخي. ربنا قال وجاء من أقصى المدينة، أقصى المدينة مش من قريب، أقصى المدينة، رجل لا نبي لا رسول يسعى مستعجل. ليه؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما دارين قروش، لا منظمة لا جمعية لا جماعة، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ده الشغل كده، مع إن الرسل قاعدين، أنت قاعد مربع الدين وقداك طافش مع البوكلين في الذهب ويقول لك زكاني فلان، خليه زكيك مش طير، لكنها شغالة دعوة للتوحيد يا أخي. صم خشمك، ما بتقدر تشتغل، الله ما أنت قدرك في خشمك أول، ما صبت الناس، ما صبت الناس، يوم جاب لنا زنتاني وغيره 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 يكذبوا في الدين ويعادوا دعاة التوحيد بحجة انه ده تلمس فلان، لو انت فلان ذاته وحاربت الدعوة ما عندك حاجة يا شيخ، ما عندك حاجة. دي دعوة الله يا اخي، الدعوة دي زول الشغال التوحيد ويدعو للسنة يحارب الشرك والبدعة بالمنهج الصحيح، الله بيرفعه. غير كده بتنزل تحت، شئت ما بيت، ان كتبوا لك في جبهتك انت زكاك فلان ودوك دبورتين، ما نافع برضو ما نافع. تشتغل دعوة للتوحيد، تخلص النية لله، الله بيرفعك. كلهم دعاة بتاعين هوى، دعاة بتاعين باطل. لما نحارب الصوفية يقفوا ضدنا، لما نابشهم بعض اخواننا زادوا يقول لك لا ده زكى فلان، زكى وصلوا وين يعني؟ وين دعوته ذاته للتوحيد؟ محاربته للتصوف، محاربته للشرك، وينه؟ نحن ما شفناه والله، ولا حصل سمعنا بها، وينه؟ طيب خليه يجي يدعو كازين في راسه في مسجد بتاع صوفية عشان يفهم زادوا التوحيد كيف؟ تفضل يا حاج. اي فضل فضل يا غريبه في تراود الناس عم يتابع كده عنده كتاب من الكتب الوزاعه في حلقه الشيخ تكلم عن الرحمن على العرش استوى، التشبيه وما التمثيل في نهايه الكتاب قال و يعني قال نذكر لكم العلماء الذين يقولون بتكفير المشبهه الذين يمثلون الله عز وجل. قال العلماء اول واحد قال شيخ الاسلام ابن تيميه، وقبل اربع او خمسه ورقات لورا نبذوا وقال هل ده يستحق انه يسمى شيخ الاسلام ابن تيميه؟ ما تناقض كده. والان هم ذاتهم بيقول لك الحافظ المسي وابن كثير كلهم، ودير العلماء دير كلهم تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه. حتى الالغاب دي الغاب يعني بالشريعه ما فيها، هي محموده وليست مذمومه، والعلماء قرروها كلهم. هم ذاتهم الصوفيه ناسهم
اللي هم ما عندهم دين ذاته صحيح ديل، يقول لك تأليف محمد عثمان المرغني قطب العارفين وإمام الممجلين وسيد العارفين وسيد أولياء والبحر الفهامة والعالم القدوة العلامة والبحر الذي لا ساحل له، وتلقى ذول مرضان وذول يدعو للشرك والكفر بالله عز وجل. هم إنه إذا لما يحتاجوا إلى كلام ابن تيمية حتى جاي أبيات النونية بتاعت ابن تيمية عامل ذات يحتاج لهم يستدل لهم. شوفوا لا شاف نونية من الغيم من الله خلقه، لا شاف كتابة، لا شاف مجموعة الفتاوى. الناس اللي بيصورهم شيتات محمد علوي المالك الحسني والسقاف عرفته والكوثري وغيرهم البرة ديك ديك شوية مطلعين بيجيبوا لهم شيتات بيقروها وبيقولوها بس لا فتاوى ابن تيمية ولا غير ولا غير وش. أيوة وين نديك مداود ده لما نتكلم عن الأثر بتاعه سلام الكندي قال سلام الكندي قال كون الحافظ المزي يقول غير معروف قال لا ما في وطعني فيه في سلام الكندي كلام ده قال أحمد داود قال كون الحافظ المزي يقول إنه سلام الكندي غير معروف قال لا ما في وما في جرح فيه سلام ما في جرح كيف وقال في إسناده نظر إنه كثير برضو قال كده قال في السند وقال لم يدرك عليا يعني في السند شنو انقطاع سند مقطوع والمقطوع جسم من أقسام الحديث الضعيفة بخلاف المنقطع المنقطع ده هو ما شنو ما أضيف إلى التابعي ذاك مش معناته ضعيف ذاك كلام التابعي فالمقطوع ده شنو جسم من أقسام الحديث الضعيف ده لم يدرك عليا هذه حيلة كيف لكن هو ما قال كده بس هو جاب شبه أكبر مني هو قال ذكر عن واحد كده قال ده عدل سلام الكندي قال لك كتاب كده قال لك كلام طيب إذا تعارض جرح وتعديل في رجل يقدم الجرح إذا كان مبينا أو مفسرا هنا الجرح مبين ولا مبين 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 أيها فارس أيها متبع متبع عنده سؤال قال من قبيل أيها واحد يا شيخ كل يوم أحد فكرة كتابة المقدس النصارى كان قال لي أخذ النصارى دي شنو أخوان نصحته أنا شيخ قال لي آيات تعال لك يصير قال واحد بقرا الكتاب بتاع النصارى المحرف ده ونصحه قال لي ما تقراه طبعا لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تقروا حديث كثير فقام قال له دول اخواننا وبقراه فقال هل يكفر بذلك والحكم العام الشيخ الفوزان قال زول اللي بقرا التوراه يقول عفوا قال زول اللي بيقول النصارى واليهود اخواننا الكلمه دي وتقام عليه الحجة يوريه إنه ده الكفار ما أخواننا ويأبى قال ده يكفر ده حكم عام لكن مش زولك ده معناته كافر كونك وريته دي وريته دي لازم تورينا إنك وريته كيف برضه ده سؤال يعني خلاص هل كلامك ده قامت به الحجة وريته الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يفهمها إن أراد هو الفهم زي ما قال الشيخ الفوزان فما طوال إن أنت وريته نقول صاحبك فلان وفلان كافر لا كده ما وريته بالدليل او بوجه يفهم وين اراد الفهم او غيره في موانع قامت عليه ده موضوع ثاني لكن الحكم العام بيقول النصارى اخواننا وبينوا له ده يكفر لكن البيان ذاته بعد يبقى شكل البيان لابد على وجه يفهمه ان اراد الفهم زي ما ذكر العلامه الفوزان وبالادله ما ساكت وتمتنع الموانع وتتوفر فيه الشروط تكفير ده ما امر سائل ودائما الشيخ العثيمين قال انت ما تستعجل في تكفير الشخص بقدر ما انك تستعجل في شنو يا جماعه؟ في هدايته. حتى قال النصراني ذاته نصراني ابو صليب ده كافر بالاتفاق طبعا. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم الى غيرها من الايات كافر كافر. تعيينا كافر النصراني. النصراني ده كافر فلان ده جرجس مرقس كافر. فيلوس فرج كافر. خليه يمشي بتاع بلاغ برضه. كافر خلاص الله قال كافر يلا الشيخ العثيمين قال رغم انه النصراني كافر قال لكن في اختلاف بين اطلاق الحكم عليه انه كافر وبين دعوتك له للاسلام قال اذا سئلت بتقول ده كافر لكن اذا جاك هو قال لك وريني الاسلام او دار تناقشه شايف فيه خير عشان يرجع ما بتقول لي تعال اقعد يا كافر اقعد يا كافر اقعد كده ما بيقبل الدعوه رغم انه هو شنو يا جماعه كافر
ففي فرق بين أسلوب الدعوة وإطلاق الحكم عليه. أنا زول والله فلان ده كافر جرجس دار أدعو للإسلام، ما بقول له تعال يا جرجس يا كافر كافر أقعد ما أسمع لك باقي كلامك، هو كافر أصلا، لكن قول له تعال أقعد يا جرجس كافر دي خليها جواك أقعد. ده ربنا قال كده الحاصل كده 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 تتكلم معه، فهمت؟ أي ومثله برضو زول صوفي، ما أي صوفي نحن بنقول كافر يا جماعة، صح ولا ما صح؟ مسلم لكن ضال، بعد ذاك لو أتى بشركيات وتوفر الشروط وانتفت الموانع ده بيكفر، ده موضوع ثاني. لكن ده مسلم مبتدع، ما بتقول له تعال يا مبتدع تعال انصحك، هو مبتدع أي، لكن ما بتقول له تعال يا مبتدع انصحك، أفهمه دي بيخلطوا فيها كثير من الإخوان، بيخلطوا فيها كثير من الإخوان. عثيمين فرق، أنت ما زول ده الآن طمعان فيه ودار شنو؟ دار تدعوه وشايف فيه إنه بيسمع، ما زي باقي الصوفية أنا قلت له الله قال يقول لك وهابي ما داري، لكن ده أنت شايفه بيسمع، صح ولا ما صح؟ ما بقول له تعال يا مبتدع أقعد أنصحك، أنت قلت له مبتدع ده بتخارج خلاص، ما أنت قفلت الباب، مبتدع هو لكن أنت خليها جواك أقعد قعد. طريقة شنو أنت السماني هاي؟ ده القرآن، طلع لنا من المصحف ده آية قالت أبقوا صوفي بعد ذاك ثم أبقى سماني، خلاها طلعها من القرآن مثلا، دي بداية نقاش معه، أو دي السنة طلع علينا الرسول قال صلى الله عليه وسلم أبقوا صوفية بعد ذاك أبقوا شنو؟ سمانية، ورينا حديث ما عارف. قل له إذن التصوف كله بدعة وأي صوفي مبتدع، والسمانية بدعة وأي سماني مبتدع، مبتدع يعني كافر؟ لا ما كافر، لكن طالع برا الصراط الصحيح الرسم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الفرق الضالة الهالك. أنا هالك لما قلت أنت ماشي النار، يمكن تتوب من الصوفية وتخلي الصوفية وتنصلح وتمشي الجنة، ما معروف تختم لك بشنو، لكن بعدنا نجي لعقائدهم، العقائد بتاعتكم. البرعي أعظم الشيوخ بتاعنا السمانية، ديوان رياض الجنة قال فيه إنا بختم في البلاد نزيل قل يا ولله إسماعيل، وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، الله قال أدعوني براي، والبرعي قال ما تدعو الله ذاته، أدعو إسماعيل لا لأنه ولي. أها أنت رأيك شنو؟ قال لك والله إذا كلام ده واضح والمفروض يدعو الله براه، والبرعي كلامه ده شرك بالله، أيوة دي خطوة انتهت. خطوة الثالثة تقدر تتكلم مع الزول وتبين له، لكن لو من البداية أنت نهرته تعالى مبتدئ ما يقبل الكلام يا ناس، أفهموا الكلام ده. أما هجران أهل البدع ده بيكون للناس المعرضين منهم، للطواغيت الكبار منهم، لكن زول عامي منهم كده بس بيقول لك أنا صوفي، أي وصوفية دخلوا الإسلام، تقول له بتسأل غير الله يقول لك أعوذ بالله، تلبس حجاب أعوذ بالله، ده مشروع جميل جدا إن زول ده شنو إن شاء الله الله بيهديه كده. الرد على الشبهة بتاعت شاب ويرتدن عليه من ذهب موجودة في المناظرة تلقاها صفحات. لو حضرتها بتوضح عليك، لكن أوضح عليك تاني، هو في حديث مروي عن أم الطفيل خلاص وغيرها، الحديث بعض العلماء ضعفوه، الذهبي جاب رجال في الإسناد حماد بن سلمة وآخر مجروحي حماد بن سلمة منو نعيم بن محمد، أيوة نعيم بن محمد، وآخر مجروحين في الحديث، وبعضهم صححوا زي ابن تيمية زي ما قال الحديث ثابت، وزي الدارمي في رده على بشر المريش يبقى ما ابن تيمية برا صحح الدارمي، وزي السيوطي في الآلة المصنوعة الجزء الأول صفحة 34 قال صحيح، أو قال السيوطي بالذات قال إنه صح فيحمل على رؤية منامية، ابن تيمية قال هو ثابت ولكن يحمل على رؤية منامية، وكرر الكلام ده كثير أكثر من قريب 10 مرات إنه ده رؤية منامية. طيب الرؤية المنامية اللي حصل فيها الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام، علماءنا زي الشيخ بن باز وغيرهم قالوا، وابن تيمية نفسه ذكر قريب لي كلامه، إنه الرؤية المنامية لها شنو أحكام غير شنو الرؤية في اليقظة خلاص، فقد ترى صورة في المنام ولكن ليست هي شنو الصورة التي لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، ولكن تكون لتقريب الفهم. ابن تيمية قال بحسب إيمان العبد يرى صورة، ولكن ليست هي صورة لله عز وجل كما هي
لأنه ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وده ذكروا بن باز برضو شرعا الموضوع. هم بيقولوا شنو شبهاتهم؟ انت لو عرفت الشبهة الإشكال بتحل لك طوالي. هم قالوا ده كلام ابن تيمية ما كلام الرسول. ابن تيمية قال كده مشبه. أول شيء ده ما ابن تيمية ده حديث جابوا أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم. وغير ابن تيمية منهم الدارمي منهم غيرهم 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 جابوا الحديث ده صح ولا ما صح؟ لكن حملوا الصححوا حملوا على شنو؟ رؤية منامية وضعفوا خلاص الموضوع انتهى. وأحكام الرؤية المنامية تختلف من الرؤية في شنو؟ في اليقظة. والصورة ليست هي الصورة خلاص. ليه؟ لأنه دي كانت لتقريب الفهم وهكذا كما هو حال الرؤى المنامية. زي استدلوا بشنو؟ رؤية سيدنا يوسف المنام قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. شاف في المنام 11 كوكب من كواكب السماء. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكب دل في النهاية يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. 11 كوكب شافهم فعلا كواكب. هم منو طلعوا؟ أخوانه. هل أخوانه بيشبهوا الكواكب؟ أخوانه بيشبهوا الكواكب بتاع السماء؟ هل يشبهوا؟ أبوه وأمه صورتهم زي صورة الشمس والقمر كما هي؟ لا، إنما كانت لتقريب شنو؟ الفهم. فهمت الحتة دي؟ كانت لتقريب الفهم. فهكذا هذا الحديث عند من صححه. نعم. إذن نقول له أول حاجة ابن تيمية ما قال. ابن تيمية قال والله كذاب ما قال. ابن تيمية قال الرسول قال. دي أول شبهة تنسيف له. بعد ده بيبقى تأويل الحديث شنو؟ تصحيح وتضعيف. ناس ضعفوا الموضوع انتهى. علماء صححوا ده تأويله ما فيه أي شبهة. بالذات إذا استصحبنا معانا شنو؟ الآية من سورة يوسف. كده وضحت لك؟ ما حق لكن ما قال كما هي في الصورة. رؤيا الأنبياء حق يعني وحي. حق يعني وحي كما روي عن ابن عباس. حق يعني شنو؟ وحي. لكن ما تكلمت إنه حق دي رؤيا الأنبياء حق. ما معناته الصورة لابد تكون نفس الصورة بدليل يوسف نبي ولا ما نبي؟ نبي. رؤيا وحق ولا ما حق؟ حق. رغم أنها حق فلم يكن إخوته يشبهون الكواكب التي في السماء أبدا أبدا. ولكن هذا لتقريب الفهم. ولم يكن أبواه يشبهون الشمس والقمر أبدا في الصورة. عرفته؟ ولكن هذا لتقريب شنو؟ الفهم. ده الموضوع كده انت. فارس. وكذلك إن الله خلق آدم على شنو؟ على صورتي. حديث صحيح. لكن العلماء قالوا صورتي الضمير راجع إلى من؟ بعضهم قال إلى آدم. بعض علمانا قالوا ده ما صحيح. بعضهم قالوا صورتي راجعة إلى لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى خلاص. وبعض علمانا قالوا ده صح كده. لكن كونه راجع إلى لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى ما يلزم منه المشابهة. يلزم منه المشابهة؟ الدليل ليس كمثله شيء. وإنما المعنى لآدم صورة ولله صورة في إثبات الصورة لله. وكون إثبات الصفة لله صورة اليد العين إثبات الصفة لا يلزم منه شنو يا جماعة؟ المشابهة بنص قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هل هم بيشبهوا القمر؟ ما يشبه. ولكن أثبت لهم صورة معينة في الآخرة في الجنة عند دخول الجنة. وأثبت للقمر صورة معينة التي هي عليها الآن. وإثباته الصورة للقمر وإثباته الصورة لأهل الجنة لا يلزم منه مشابهة الصورة بالصورة. أيوة أيوة فارس وضحت كده؟ نعم. لكن هم أصلاً إشكالهم ما هنا الأكبر. الإشكال الأكبر لأنه هم بينفوا الصفات ذاته بيعطلوها بالتالي بينفوها. دي إشكال. ربنا قال بل يداه مبسوطتان. يقول لك لا ده مقصود به النعمة. الله قال يداه ويتلقى لك نعمة خلاص. وهل إذا بقت النعمة يداه مثنى الألف هنا للتثنية. فهل الله عنده نعمتين اثنين بس؟ ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. أيها فارس آخر سؤال يا معلم أنا أخرت شوي. Yeah.
الأسماء والقرآن، فما موقف طالب العلم والداعية من هذا الغرام علما بأن الدعوة واجب ولا طاعة لمخلوق معصية القائل؟ طيب، بالنسبة للقرار الأصدر الوزير بتاع الإرشاد الأوقاف الجديدة منع التحدث في الدين، أو كما جاء في القرار ما مذكر النص في الأسواق وكذا، قال ما موقف الطالب منه طالب العلم والداعية؟ الموقف إنك تستجيب وتطيع، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونحن منهجنا منهج على السنة والجماعة أن نطيع الحكام الحاكم المسلم في المعروف إلا إذا أمرك بمعصية، فلا طاعة حينئذ. طيب، هل دي معصية؟ ما معصية، تكون معصيتين إذا قال لك وقفوا الدين نهائي في البلد وخلوا أهل الباطل في أي مكان ما تتكلم في الحق، دي معصية وعدها، لأن ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقوله تعالى أولئك يلعنهم الله للذين يكتمون، يلعنهم الله عز وجل، دليل على أن كتمان الحق شنو يا جماعة؟ معصية. فلو قال لك اكتم الحق نهائي، أنت هنا ما تستجيب له، ما بجوز لك شرعا تستجيب. أما إذا قال لك بس في المحل الفلاني ما تتكلم وتكلم في باقي المحلات زي ما هو الآن القرار، هنا تستجيب، لأنه ما قال لك اكتم الحق. فهمت الكلام ده؟ هنا تستجيب، وده بيخلطوا فيها كثير من الناس. يعني انا اسال لو قال لي ما تتكلم ابدا، وقف اي داعيه للحق، اهل الباطل شغالين، اي داعيه حق وقفوا، وجب عليكم وجوبا انه تتكلموا حتى لو قتلوكم، عشان الحق ما يضيع، مع قله، بالذات مع قله اهل السنه. لكن اذا قال لك والله يا اخي الجامع ده انا هسه ما وقفوني منه ردايه من جامع واحد، قال لي كيف انه باقي الجوامع يتكلم، ما في مشكلة، ما في مشكلة، اتكلم بباقي الجوامع. لكن لو اوقف دعاة الحق كلهم وقالوا وده ما بيحصل ان شاء الله، نسأل الله انه ما يحصل، فهنا انت ما بتقف. زي الامام احمد كان بيسكتوه مسألة خلق القرآن، ان القرآن كلام الله غير مخلوق، كان بيتكلم، كان بيقول لهم القرآن كلام الله غير مخلوق، يجلدوا يتكلم، يجلدوا ضربوا ألف صوت يتكلم، لأنه ما كان في ناس يعني على حد الكفايه قايمين بهذا الواجب وهذا الحق، كان بيتكلم. ولا يعد ذلك خروج على الحاكم. حتى لما كان بيقول له تدعو على الحاكم، يقول لا، لو كانت لي دعوه مجابه لدعوت له بالصلاح. الله يصلحه، لانه بصلاحه تصلح الامه، بفساده تفسد شنو الامه. فده منهجنا وسط بين منهج المميعه وبين منهج الخوارج. خارج لو غلوا السكر زادوه نص طراده بيشيل اللساتج يوديها زلط، مع انه الناس الماشيين في الزلط ديل ما الحاكم ده، واحد ودي زوجته مستشفى الدقايق الثالث تموت في الشارع بسبب الليستيك حق السروري ده، ده الحاصل ده ما وزهته اذى الناس ولا مجى للحاكم ولا اذى الحاكم ذاته، ده غباء وحمق وبلاده. انت ماشي بالشارع ان شاء الله شغال في الطاحونه، ما عندك اي علاقه بحكومه، يكسر لك عربيتك، هسي ده علاقته بالحاكم شنو؟ ده اجرام عجيب جدا وبلاده من هذه الجماعات السروريه التكفيريه الاخوانيه، قبحها الله جميعا حيث ما وجدت. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وصيه القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.